مرحبا بكم أصدقائي في سبوت أون المشاهير. حسب آخر الأخبار اليوم، فإن بيكي أونيل تعبت كثيرا وفقدت وعيها في جنازة والدها يوم أمس. وعائلة حبيبها الفنان أراس بولوت إناملي أخذوها إلى بودروم، ويقال عند سماع هاندا أرتشل الخبر غادرت إسطنبول بسيارتها فورا وذهبت إلى جانب بيكي لمساندتها. يذكر أن هاندا وكرم وفريق العمل لم يتمكنوا من الذهاب لجنازة والد بيكي لأن الجنازة كانت في إزمير وفريق العمل كانوا في إسطنبول، وكان يوجد ضغط عليهم بالتصوير لاستكمال مشاهد الحلقة المقبلة من مسلسل أنت أطرق بابي.